كنت صامتا لمدة 30 عاما، ومعروف عني أني أكره أن ألتقي بالجمهور أو الدهماء أو المجتمع، فأنا ضد ما تقرره كتابة علم الاجتماع، أو ضد مقولة الجنة ما فيها ناس وكل ما بتنداس. لا أنا بتنداس، فأنا لا أحب أن أرى بشرا ولا حيوانات. أرى بالحيوانات اللذينة، يعني من قطط شامية أهلية أو قطط سيامية أو جمال داشرة في شبه الجزيرة العربية. وأنا ذهبت في يوم ما مع قافلة في الجمال، وكانت جمالة بحرية. ذهبنا إلى مدغشقر وجزر هاواي، شربنا النبيذ الأحمر والنبيذ الروزي الفرنسي من غابات نورماندي، رأينا نساء جميلات، نساء رائعات. وأرى في لحظة ما أن ثمة رقابة أو بوليس سري سيتابع لغتي ليكبله بالأصفاد، أصفاد أشبه التي وضعت على أقدام الأفارقة في القرن 18، وقد أخذتهم السفن ذات الرمز الجمل الشرقي إلى أمريكا. وقد صحح بعد مرور 200 و300 عام بأن يخرج أوباما منهم ويتسيد أمريكا كصورة كرتونية، فالدولة العميقة لا تسمح بأن يظهر يعني ما حب أدخل بالأبارتيد والنظام الفصل العنصري لأنه انتهى بجنوب أفريقيا. فأنا من الأشخاص الذين لما كانوا في عمر 17 عاما قد نشرت قصيدة جميلة عن نيلسون مانديلا في سنته الأخيرة، في سنة يعني إخراجه من السجن، كان هناك احتفالا كبيرا في العالم، وكنت أتابع في ذلك الوقت إذاعة الجماهيرية الليبية في الساعة 3 صباحا والكتاب الأخضر في ذلك الوقت، ونتابع ما يحدث على الجبهات الشرقية في الحرب العراقية الإيرانية الضروس التي امتدت طويلا مع الأغاني الحماسية. وهل نرى ماري مورو تلك الفتاة التي زبيعت التي خلقت من زبدة وقشطة ومياها نقية من مياه زمزم؟ ما علاقة مياه زمزم لماري مورو؟ يا أخي أنا في دماغي كله أخوة، ما في شيء بيزبط، بقلات مخزوني للذي بيسمع الفيديو تبعي.